قتل 4 أشخاص بعد تجدد المعارك في مخيم عين الحلوى بين مسلحين تابعين لحركة فتح وفصائل مسلحة جنوب مدينة صيدا اللبنانية. بحسب مصادر لبنانية وفلسطينية، فإن 2 من الضحايا هم من المدنيين، وامتدت الاشتباكات إلى محوري حطين وجبل الحليب في وقت طال رصاص القناصة الأوتوستراد الشرقي في مدينة صيدا، كما أفادت مصادر ميدانية باستخدام القذائف الصاروخية وقذائف الهاون بشكل مكثف. تنضم إلينا من صيدا مراسلتنا سارة شحادة. سارة، هل تجددت الاشتباكات الآن أيضا، وما هي آخر حصيلة القتلى والجرحى؟ نعم أريج، لليوم الخامس على التوالي ما زالت اشتباكات مخيم عين الحلوة مستمرة، ونسمع بين الحين والآخر أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية بعد هدوء نسبي خلال الليل، وتجددت من بعده عند الساعة 9:30 تقريبا صباحا هذه المعارك. وآخر حصيلة أولية لهذه الاشتباكات منذ بدء المعارك 6 قتلى وأكثر من 80 جريح. تم بالنسبة لوضع الطرقات، تم إغلاق الأوتوستراد الشرقي لصيدا حيث أقف الآن. كما نشاهد خلفي هناك عنصر لقوى الأمن الداخلي، أقفلت الطريق وتم تحويل السير إلى الطريق البحرية. أيضا تم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبي بسبب الرصاص الطائش، وأيضا يعني بعد أضرار جسيمة في المدينة الصناعية التي طالتها الرصاص، أيضا سيروب والحسبة، وشهدت صيدا إقفال لسراي صيدا الحكومي وعدد من المؤسسات التربوية التي من المفترض أن ينطلق فيها العام الدراسي اليوم. أيضا بعض المرافق العامة القريبة من مخيم عين الحلوة أقفلت. بالنسبة للتطور الميداني الذي حصل أمس ويمكن وصفه بالخطير، تمثل باستهداف مركزين عسكريين للجيش اللبناني في محيط المخيم بثلاث قذائف أوقعت 5 جرحى في صفوف العسكريين، أحدهم حالته حرجة. قيادة الجيش في هذا الإطار تؤكد أنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة والاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، ودعت أيضا لوقف إطلاق النار صونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة. طيب سارة، على ذكر جهود التهدئة، هناك عدة اجتماعات تعقد لوقف إطلاق النار، هل من نتائج لهذه الاجتماعات حتى الآن؟ نعم، طبعا يعني بالنسبة للاتصالات أو الاجتماعات حتى الآن فشلت كل المساعي في وقف إطلاق النار، وعلى خط محاولة التهدئة أو وقف إطلاق النار في المخيم يصل إلى لبنان اليوم عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، موفدا من الرئيس الفلسطيني من أجل لقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين لبحث كيفية أو وقف إطلاق النار. أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى السفير الفلسطيني أشرف دبور لمتابعة التطورات، وأيضا يعقد الآن اجتماع بين المدير العام للأمن العام بالإنابة إلياس البيسري مع الفصائل الفلسطينية في مديرية الأمن العام في بيروت من أجل وضع حد لهذه الاشتباكات. وأكد البيسري أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي جراء ما يحصل، فهذه أرض تخضع للسيادة اللبنانية وهذا السلاح يحظى بغطاء من السلطات اللبنانية، وبالتالي ما يحصل خطير جدا. أيضا تحدث في تصريحه عن مخاطر من أن يتحول مخيم عين الحلوة إلى ملاذ للمطلوبين والفارين من العدالة، لذلك يجب إنهاء هذه الظاهرة. وطبعا أكد على أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين. نعم سارة شحادة مراسلتنا من صيدا، شكرا لك.